مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء مع لميا، تفضل يا لميا. شكرا بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك اليوم وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق التي تستضيفها عمان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اجتماع الآلية الثلاثية سيناقش الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثلاثي في العديد من المجالات. وأضاف أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات تتطلب التنسيق بين الدول الثلاث، فضلاً عن الإسهام في العمل على حلحلة أزمات المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن. اختتمت بالعاصمة العراقية بغداد فعاليات منتدى الحضارات العريقة في نسخته السادسة بمشاركة وفد مصري برئاسة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، والتي أكدت أن حشد الجهود إزاء حماية الممتلكات الثقافية على رأس أولويات القاهرة، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة الإتجار غير المشروع في الآثار، مؤكدة أن الانعكاسات السلبية لاستمرار هذه الظاهرة لا تقتصر على دول منتدى الحضارات العريقة فحسب، بل تمتد إلى العالم أجمع. أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بقصف جوي في سلسلة جبال حمرين. وقال أيضا المصدر أن طيران الدفاع الجوي تمكن من تنفيذ عدة ضربات ناجحة استهدفت أوكار داعش الإرهابي ضمن معسكر في سلسلة جبال حمرين، مضيفا أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال لإخلاء الجثث وتفتيش المكان. تفقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي القوات القريبة من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، وعبر عن شكره لجميع المشاركين في المجهود الحربي بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة في البلاد. وقال زيلنسكي إن آلاف الأوكرانيين يضحون بحياتهم لإنقاذ وطنهم، كما قدم الشكر للطاقم الطبي وأهالي الجنود ورحب بعودة 60 أسير حرب بعد مبادلة مع روسيا. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تشجع أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا بعد تعرض قواعد عسكرية روسية لهجمات يسود اعتقاد واسع النطاق أن كييف نفذتها. وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن إدارة واشنطن تحرص على أن يكون للأوكرانيون لديهم تجهيزات يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم وأرضهم بدوره. وأضاف أو أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن لا تمنع أوكرانيا من تطوير صواريخ بعيدة المدى بقدراتها الذاتية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها بيع صفقة من الدبابات من طراز إبرامز M1A1 ومعدات عسكرية أخرى إلى بولندا. وأوضح البنتاغون أن قيمة هذه الصفقة العسكرية تبلغ حوالي 3.75 مليار دولار. أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت مصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وزادت مخزونات البنزين بنحو 5.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.6 مليون برميل. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي COP15 في مونتريال من أن البشرية أصبحت سلاحا للاندثار الشامل للطبيعة. جاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدول للتفاوض بشأن اتفاقية عالمية جديدة بشأن بيئة الأرض، كما حذر غوتيريش من أن الوقت ينفد أمام حماية الطبيعة.
تأهل منتخب البرتغال إلى الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب سويسرا بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل في ختام منافسات دور 16 للمونديال. وبذلك سيلتقي منتخب البرتغال مع منتخب المغرب السبت المقبل على استاد الثمامة. كما وكان منتخب المغرب قد فجر مفاجأة كبيرة وخطف بطاقة التأهل للدور الربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على إسبانيا ضربات الترجيح. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.